نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن نصر عباس. نورنا كابتن نصر. تحياتي كابتن علي، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد بلال. كابتن علي، بدايه اداء مختلف النادي الاهلي النهارده، اداء جيد، روح جيده جدا، جمهور ولا اروع. يمكن النهارده كابتن ايمن الحظ يمكن ما كانش موجود، ولكن اتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه. والنهارده ايضا سيراميكا عمل مباراه كويسه، استمتعنا. وعندنا كابتن اسامه حالات كتيره جدا جدا النهارده، منها حالات وانا بقول لابد ان احنا نبحث عن الكاميرات ذات الجوده العاليه. كابتن انا عندي حاله النهارده، لابد ان النهارده تمركز الكاميرات في ميدان اللعب مهم جدا جدا جدا، خاصة الكاميرات خلف الحكام المساعدين. النهارده ما ينفعش اجيب لقطة بزاوية كاميرا بعيدة عن الحكم المساعد، اكيد هتديني حاجات او قراءة مش مظبوطة مخالفة. عدد الكاميرات نمرة واحد، هنشوفنا في كأس العالم عدد الكاميرات مهم جدا جدا، جودة الكاميرات، النقل التلفزيوني كمان مهم جدا جدا. عندنا دوري محترم، نتمنى ان الكاميرات تزيد في ميدان اللعب بدل ما هي 6 كابتن بلال او 8. ايه المشكله ما تبقى 16 كاميرا طالما عندنا دوري؟ عاوزين التحكيم يبقى فيه كويس. طاقم التحكيم النهارده كان ابراهيم نور الدين، يمكن اول مباراه بيديرها للنادي الاهلي هذا الموسم. كان معاه هاني خيري الحكم المساعد رقم واحد، وكان معانا محمد محمود لطفي حكم من منطقه كفر الشيخ، وكان محمود منصور الرابع، وكان على الفار خالد الغندور حكم صاعد ابن كابتن جمال غندور على فكره، وكان معانا يوسف البساطي. نشوف ايه الحاله الاولى، ونشوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا 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 في الدقيقه 75. نشوف الحاله ديت مره واثنين وثلاثه عشان نوضح هل هناك كان مخالفه، وهل هناك كان اهمال او تقصير من الحكم او الحكم المساعد. نمشي، هات لي اخر لقطه بعد اذنك في هذه الزاويه، اخر لقطه من هذه الزاويه، وبعدين هرجع تاني لللايف تاني. اللعبه دي مهمه جدا جدا، اخر لقطه اللي هي فيها المخالفه بيتم ارتكابها كابتن ايمن بالاسترزاد في لاعب نادي الاهلي كريم فؤاد من مدافع سيراميكا محمد شكري. شوف اخر لقطه هتبين المخالفة واضحة جدا جدا. لسه كمان اللقطة اللي جاية هنشوف كمان، مش من الزاوية ديت، هنشوف الزاوية اللي جاية. نمشي، اللقطة اللي جاية من فضلك. هنا يا كابتن بقى، هنا هنشوف هنا كريم فؤاد بينجح في لعب الكرة، تمام. شوف ستوب واضحة هنا، واضحة جدا 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 جدا. استرز رايح في مكان مش محمي، وهنا القرار مفقود من الحكم، القرار مفقود من الحكم المساعد. ماذا لو مش موجود الفار؟ ده السؤال. هرجع باللايف بقى تاني عشان نقول ما يجب تطويره يا كابتن اسامه في هذه الحاله. ركله جزاء صحيح لم تحتسب من المساعد ومن حكم المباراه. ستوب. هنا انا كحكم في الدقيقه 75 لازم انا استشعر الخاطر. كابتن بلال 75 15 دقيقة لابد ان يكون التركيز عالي جدا، مظبوط، المجهود البدني عالي جدا جدا، زاوية الرؤية واضحة جدا جدا جدا. طيب لو نراجعنا في الكوبريشن بتوين اسيست ريفري او ريفري، ايه التعاون يا كابتن؟ ايه مفهوم التعاون يا كابتن بلال؟ انا بريم هنا، بريم نور الدين هنا بعيد، تفاصيل اللعبة هنا صعب ان هو يشوف، لازمة فين المساعد؟ أين محمد محمود لطفي الحكم المساعد في هذه الحالة؟ إحنا يا جماعة بنتكلم ركلة جزاء خلاص متفقين 100%، ولكن ما يجب تطوير أداء الحكام. الكلام ده أنا بقوله أعتقد المفروض اللي تقوله لجنة الحكام لحكامها. إبراهيم نور الدين بعيد شوية نتيجة إن هو ما قراش اللعبة كويس قوي، وهنا المخالفة راحت عند خط المرمى. أنا هنا الحكم المساعد لابد أتدخل بالقرار في الكوميونيكيشن. كابتن إبراهيم أنا شايف إن في مخالفة والمخالفة واضحة، وبالتالي هنا شايف ان هنا في تقصير من الحكم المساعد في عدم ابلاغ الحكم في الحاله ديت، وابراهيم قصر شويه في ان هو يتواجد في الحدث. ركله جزاء صحيحه لمحمد لكريم فؤاد من مدافع سيراميكا محمد شكري.